وقدر الله علي وجيت هذا الرياض. اسلم. في الجامعة. حلو. وقابل لي واحد من اخويا شهراني الله يذكره بالخير. قلت يا رجال ابغى لي وظيفة. هو مكتوب متوظف في شركة تأجير سيارات. قال عندنا توظيف. أول ما بدأوا يسعودون مكاتب التأجير. والله وجهك يا طويل العمر. قلت ها دلني. أبغى أتوظف. أبغى لي دخل وأبغى. قال روح. شركتهم وصف لي مكانها وأجيك مروح. أبغى الوظيفة. والله وأجيك الساعة 10 معي السي في. وش السي في؟ شهادة الثانوي وخطاب. وأنا وقتها عادي في الجامعة. أوقف في المواقف تحت الشركة وأظهر لهم فوق. واجي لذا المصري لجودي في مكتبه صبحه كيف الحال؟ ايش حالك يا بيه؟ مجروب السلامه وين مديركم؟ قال المدير ما بعد جاء. تبغى في شيء؟ قلت والله ابغى توظيف. قال خلاص نزل الاوراق عندي. قلت لا ما نم لين اقابله اعطيه في ايده واروح. خذ حق ودي حق. اي والله. قال خلاص انتظر انتظر هنا. والله وانتظرنا 40 دقيقه وهي نص ساعه ولا 40 دقيقه. ما جاء الرجال. قلت تدري يا بيه انا بروح للجامعه عندي محاضرات الاوراق تكفى. لا جاك الرجال دخل عليه معروضي والشهاده. يا سلام. وبجيكم بكره اشوف ايش صار على المعامله. حلو. قال بيض الله انتهى. بيض الله بيض الله. قال بيض الله بيض الله. واجيك مروح. اعطى قصيده نفس ابو شوق البارح. واطلع يا طويل العمر ولا وراي سياره ما انتبهت لها. واركب الفورد وارخي في الار. دي. مريوس. يبي رئيس الرجال. اي والله وانا ما انتبهت لسه. عاد عندك اختبار مستعجل. بروح المحاضره. محاضره. وراي سياره ما انتبهت لها. والله يا رجل اني ما انتبهت لها. رئيس اطبقه. يووو هذا لو هذا الفاء. انزل عليه ولد الرجال. شخصيه. فنان. قلت انت ما تشوف. اوف اوف. قال راي مشاكل اصبر انت اللي رايك انت اللي راجل صادق ما تشوف عرض السياسه عشان تسلم يقول القصه بصوت تسلم ايه قال انت اللي ما تشوف يا اخي انت اللي رايك اسحب قلت انت واقف وراي انت واقف وراي انا طالع بروح بسرح قال يا اخي انت واقف في موقفي بس معك عليه صك لا تكثر كلام معك على الموقف صك قال يا اخي انا ماني فاضي لك توكل على الله روح قلت اني بتوكل على الله ان شاء الله وش تبغى برقب ايوه معصب معصب مره الحق يا موقف والله واسرح واروح للجامعه بسطه في وداوم ذاك اليوم وداوم اليوم الثاني واجيك اليوم الثاني مروح ابغى الوظيفه صبح من الساعه 8 يوم وقفت عند الشركه ولا والله السياره استلمتها امس موجوده بابها مضروب يا الله يا رب انها الدكتور السياره اللي صدمتها موجوده موجوده في الموقف اللي كنت واقف فيه يخلوا واحد شغال طفونا واحد قلت يا ولد ايش اصبر اصبر ايش الوضع؟ لا تكبه ما علي منه يمكن انا ساكن كانت مبنى ولا موظف ولا وادخل على المصري السلام عليكم قويتني جيت مجروب السلامه ميد المصري يفهم يفهم ايه حياك الله ابي وين الرجال جاء قال موجود موجود قال موجود يعني اقدر اقابله هذا اليوم قالت قابله فتح باب الرزق خلاص قدني افكر الراتب ايه وابغى اطلب يهبني في المطار يومها ثلاث شفتات ومع خوي شراني والله يجي يدخل علي المصري المحترم ذا لابس كرفته قال تفضل يا سعاده البيه اسمها كرفته 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 تفضل يا سعاده البيه قلت الله كرفتها هو قلت الله يبهي ايامك يا شيخ وادخل على يوم دخلت ما لا والله الوجه اللي منكره اللي على اللي الموقف معك عليه صق رفيد يمس دخلت عليه ولا والله انها بين حوسه اوراق مدير موارد بشريه ابلش اي والله السلام عليكم الله يطالع في عليكم السلام طالع فيه عليكم السلام ومرتد ثاني مره طالع فيه والله يوقف عليه عرفني لا اصبر هو عرفني لكن ما ثبتني صح عرفني بس لا ها. هو ما بهو ايش جابه ما موكد ما اتوقع اني قوي وجه كذا اي والله قال افتح ايش عندك تفضل واجلس انا ما عاد ابغى الوظيفه ابغى السلامه ابي فرقه قال ايش عندك قلت والله يا طويل العمر جيت امس قدمت اوراقي وابغى وظيفه قال يا اخوي انا قد شفتك يوم قاله قال ويش؟ قال قد شفتك فنجيني دوخه دخت في المكتب دوار البحر جاني في المكتب يوم بردت عظامك قلت وين شفتني؟ اول مره اقابلك قلت اجحده
مع علاج حده. قلت يا اخي لا شفتني واخلق الله من الشبه ربعي. قال والله اني قد شفتك يا قلت يعني بس تقف على الكلام هذا انا قد شفتك. ولا الرجال قال طيب تكلم عن نفسك. قلت زين وابدا اتكلم عن نفسي طالب جامعي وما ادري شنو اقول لا 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 الرجال طول يومه يتحقق مني ما قلبه مع السي في ولا يتعرفك معه. ايه يتعرفني يا ولد ولا الرجال يتحققني يوم انا مبتلج اسولف انا عندي كذا وانا قال وقف 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 يوم قال وقف 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 والله انك اللي دعمتني بغى يقف قلبي قال انت امس جيت هنا قلت ايه قال ما انت امس قعدتني امس ابو حمور قلت اصلي على الرسول انا اللي صدمتك وانا المخطي وانا اللي حق عليك وانا الندمان انا المخطي وانا المخطي ذا اليوم اما امس ندماني مخطي انا مخطي ذا اليوم كان غنيت حقت ايوه قلت ذا اليوم كيفك تبغى توظفني وظفني جزاك الله خير ما تبغى كنت لي والله اني عيل على اسره واقوم نزلت له في الجانب الاسري عاطفي جانب عاطفي الجانب العاطفي وايتام وانا اكبر اخواني قال لي روح روح بندق عليك قلت كلام قال كلام روح بيجيك اتصال الى الان من 2000 الكلام من كم 2016 الى الان انتظر ما اتصل بيتصل لا انا بريه باع رقمي اكيد من عنده وانا ما عاد مريته ما عاد مريته انا اقول تفائل بالخير والله لو اني انا والله لا شوف سبحان الله العظيم يعني والله داري ما متصل ولا والله ما يتصل هو شكله قال ميد المصري والله لا عاد اشوف ذا والله انه اعطاك فرصه خلاك تقول السي في وتقول السوالف هو يبغى يعرفني بيتاكد يبغى يعرفني انا بيتاكد بس من هو ولا ما لا خنقه والله لا والله قال انا مرسل علي وتقول ما تشوف المشكله يقول متخرج من الثانوي وانتقلت الرياض قال وقف 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 نعم قال وقف وقف دريت هذا يدلنا الى ايش يدلنا الى ايش يدلنا الى حسن الخلق ما اتى الا بخير والله اني حسن خلق شفت. معه لكن الرجال هذا يعني عاده انه يحسن خلقه ونعم ابو مبارك ما ابى على كل حال لكن في هذا اليوم في حسن خلق ما ابى على كل حال بس ما هو نعم والله اني ونعم